أحسن الله إليكم يا شيخ على هذا التوضيح. السائل من اليمن يسأل يقول: أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن يفسر هذه الآية الكريمة في قوله تعالى: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. نعم، العرش له حملة من الملائكة، له حملة يحملونه من الملائكة الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، وعددهم في الدنيا أربعة. الله أكبر. عددهم في الدنيا أربعة، فإذا جاء قيام الساعة انضاف إليهم أربعة آخرون فصاروا ثمانية. ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية، زيادة على الأربعة الذين كانوا يحملونه في الأول، انضم إليهم أربعة فيكونون ثمانية. قوله يومئذ يعني عند قيام الساعة، وفي الآية دليل على علو الله جل وعلا على خلقه. يحمل عرش ربك فوقهم. نعم.